سامر دسوقي Software Testing Consultant في شركة MCS Free Zone. أنا عرفت عن التريننج من مجموعة الميل شوتس اللي إيتيدا دايماً بتبعتها، بيكون فيها announcement عن التريننجز اللي هما دايماً بيبعتوها، وإحنا registered عندهم في الداتابيس، فعلى طول جالي الميل شوت بتاعه. أنا الأوبجيكتيف الرئيسي بتاعي اللي أنا أجي للتريننج إزاي ألاقي ميثودز جديدة أعمل بيها improvement في شغلي وأوصل أحصل بيها الأحسن results. أنا استفدت من التريننج اللي أنا اتعلمت ميثودولوجي جديدة اقدر لما انفذها في شغلي اقدر اجين فعلا ريزلتس احسن بكتير من اللي انا كنت اكسبكت. من اقتراحاتي اللي انا شايفها انها تقدر تفيد وترفع الفاليو بتاعه التريننج اللي احنا نعمل practical projects within البيريود بتاعه التريننج بالكامل. الاكسبكتيشنز بتاعتي من التريننج اقدر اقول اللي انا فعلا وصلت لنسبه 70 او 75% من جاست من الاتندنج بتاع التريننج بيفور اي امبلمنتيشن. انا اقدر اعمل ريتنج للتريننج انه يقدر يوصل ل 3.5 اوت اوف 4 بوينت. انا داليا نصر، بشتغل كواليتي مانجر في الكانسي اي تي جروب. احنا عرفنا عن الكورس لما بيجي لنا الانونسمنت ميلز بتاعت ايتيدا، بتبعت لنا مع كل كورس بيحصل له اورجنايزيشن، يعني اورجنايزنج جديد، بيبتدوا يبعتوا لنا ميلز، والميلز دي بتبدا توصلنا، واحنا بيزد على الديماندز بتاعتنا والنيدز بتاعت الاورجنايزيشن بنبدا نقول مين اللي ريكومندد ان هو يروح الكورسات دي. الاوبجكتيفز بتاعتي من الكورس ان احنا كنا ازاي نطبق السيكس سيجما في ان احنا ناتشيف البرفورمانس للشركه ونريديوس البينز بتاعت الشركه. اكتر حاجه استفدت منها من الكورس ان احنا عرفنا ازاي نطبق السيكس سيجما بان احنا نقدر نوفركم البينز بتاعت الشركه، وان احنا نقدر نيمبروف البروسيسز هناك بحيث ان احنا نقدر نطلع لليفل 4 وليفل 5. اقتراحاتي بتحسين الكورس ان احنا لو نقدر نعمل بروجكت يبقى اورجنايزد ويذين الكورس تايم لاين، ويبقى يحصل امبلمنتيشن للستيك سيجما ويذين الكورس ده مع كل التيم ممبرز بتوع الكورس، وبحيث ان احنا في الاخر نبقى عملنا كمان فول امبلمنتيشن للستيك سيجما. اقدر اقول ان انا اي مات 85% فروم ماي اكسبكتيشنز تو ذا كورس، ويمكن ال 15% ان شاء الله انا بلوك فورورد ان انا اقدر اميت ذم في البروجكت امبلمنتيشن ان شاء الله. I would give the course 3.8 from 4 as a score.